واللي اكتشف الموهبة مالتي الله يرحمه الدكتور خالد الجادر، فأخذني إلى معهد التراث الشعبي، وكان بوقتها الله يرحمه الفنان التشكيلي عطى صبري، هو كان مدير المتحف. فاشتغلت مع الله يرحمه النحات بدر السامرائي اللي أنجز تمثال أبو عباس بن فرناس بطريق المطار. دخلنا إلى معهد فنون جميلة ودرسونا يعني خيرة الأساتذة في معهد فنون الجميلة، من ضمنهم الأستاذ علاء الحمداني والأستاذ ناصر النداوي. أول ما بدي أهيئ الموضوع أو الفكرة، وبعدين بأي مادة لأشتغلها، مثلا مادة الحجر أو الخشب أو الطين الصلصال وهذه. فبعدين ورا ما نكمل العمل ناخذ قوالب من البورق، وبعدين نصبها من المادة الفايبر جلاس أو البرونز. الموضوع مالته هو العالم العربي ابن سينا، نخلد يعني الذكرى مالته وهذه. فنسوي له كلوحة جدارية. كانوا الفنانين قبل يعني مثل الله يرحمه جواد سليم أو فايق حسن، يعني كانت قبل وزارة المعارف تدزهم بعثات إلى خارج العراق، يعني مثلا جواد سليم دزوه إلى إيطاليا وإلى إنجلترا فخلص منك، وزارة الثقافة تدعم والدولة كانت تدعم. حاليا هسه مع الأسف يعني الطالب من دي يدخل إلى معهد فنون جميلة أو إلى أكاديمية الفنون، يعني ما قاعد يحصل على المعلومة بسهولة أو يعني يوصلوا للمعلومة للطالب. Thank you.